دايماً دموعنا ما بتنزل إلا وقت نحط راسنا على المخدة ونبلش نفكر بكل شي مش منيح مرق معنا، بس ليه ما منعكس الحكاية ومنخلي دموعنا سبب قوة إلنا لنوصل للسعادة المخبية بأيامنا؟ خلونا نآمن إنه الحزن مش دايم ومن بعده سعادة وفرح كبير. انسوا الليل وفكروا بفجر يوم جديد ببلش بفرح.